السلام عليكم الخوت، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم، اموركم مزيان؟ مرحبا بكم ومرحبا باي واحد كيتبع قناه مروان فلوغ داخل المغرب وخارج المغرب، من طنجة حتى الكويرة. مرحبا بكم ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. هذا اليوم غادي نمشي نشوفوا واحد المشروع تعتبر اكبر مشروع في العاصمه الرباط. الرباط عاصمة الانوار والثقافات. اخوتي الاعزاء، اي واحد كيتفرج في قناه مروان فلوغ مينساش لي لايك لي كومونتير، ومينساش الاشتراك في القناه، ومينساش تفعيل الجرس. تفعيل الجرس هو باش دائما غادي توصلوا بالجديد ديالي، واي حاجه حطيتها توصلوا بها نتوما الاولين. مرحبا بكم، ونبداو الجوله ديالنا اخوتي الاعزاء. كيف كتشوفوا معايا الخوت في الفيديو، انا في الطريق الساحليه بالضبط قدام مقهى دار الناجي، مطعم ومقهى دار الناجي بالضبط. غنمشيو نشوفوا هذا المشروع، هذا اللي كيتعتبر اكبر مشروع. كيف كتشوفوا معايا في هذا الفيديو الخوت، هذه البلاصه هذه مازال ما بداو فيها حتى شي حاجه، يلا حفروها صوبوها، ولكن مازال ما بداوش في الانجازات ديالهم. ولكن في الضفه الاخرى كيف كتشوفوا معايا في الفيديو خدامين، يعني بداو تيبنيو هذه البلاصه هذه مازال ما بداوش فيها. يلا معايا نكملوا الفيديو ديالنا. لو كاروسيل كي تعتبر اول مركز تجاري في الهواء الطلق في المملكة المغربية. الرباط عاصمة الأنوار والثقافات. كيف كنعرفوا الخوت، الطريق الساحلية كتعرف واحد الإنجازات كبيرة تتقام، من ضمنها هذا المشروع. هذا مشروع لو كاروسيل، غادي يكون فيه بزاف المشاريع، غادي يكون فيه فندق، غادي يكون فيه مجمع سكني، غادي يكون فيه مول، غادي يكون فيه مكاتب، غادي يكون كامل مكمول كيف تنقولوا بالدارجة المغربية. خوتي الاعزاز، كيف كتشوفوا معايا في الفيديو، المشروع هادي وصلوا للطاج الاول، الثاني، الثالث، الرابع، وصلوا دابا للطاج الرابع تبارك الله. نتمنوا هذا المشروع هذا يدخل على الرباط بالخير، ويكون فيه وظائف الشغل، وغادي يكونوا فيه الدراري تبارك الله غادي يخدموا. الله يكمل والله يسر الامور، ونخليكم الاصدقاء ديالي تبعوا هذا الفيديو حتى الاخر. بالنسبة لهذا المشروع، شدها إمكان مقر ديالها كان في الإمارات بالضبط في أبو ظبي. بصراحة هذا المشروع هذا غادي يعطي واحد الصورة واعرة للطريق الساحلية والرباط، والطريق الساحلية غادي تغير بالمشاريع اللي كتنجز واللي كتعرفها الرباط بالضبط. كاين بزاف المشاريع، من ضمنها برج محمود السادس، من ضمنها المسرح الكبير، وكاين واحد بزاف المشاريع كيتنجزو ان شاء الله غادي نشاركها معكم. خوتي الاعزاء، تهلاو ليا فراسكم، وان شاء الله نتلاقاو فيديو جديد. الله يعاونكم.